بنستكمل مع بعض إن شاء الله أسئلة وإجابات في علم الدم. النهاردة إن شاء الله هنجاوب على الأسئلة من 31 ل 40. هنبدأ أول حاجة بالسؤال رقم 31: Which inclusions may be seen in leukocytes؟ يعني في عندنا inclusion bodies، إحنا عارفين إن inclusion bodies دي abnormal content، محتويات غير طبيعية ممكن تكون موجودة داخل خلايا الدم الحمراء أو داخل خلايا الدم البيضاء في الدورة الدموية. هنا السؤال بيديني مجموعة من الانكلوجن بادز وبيقول لي مين فيهم بيبقى موجود داخل خلايا الدم البيضاء. أول حاجة عندنا حاجة اسمها الدهول بادي، دهول بادز، والحاجة اللي بعد كده اللي هي البيزوفيليك ستيبلينج والمالاريال بارازايتس والهاول جولي بادز. معروف طبعا الهاول جولي بادز ده انكلوجن بادي بيبقى موجود داخل طبعا abnormal content، بيبقى موجود داخل خلايا الدم الحمراء وبيبقى عبارة عن بقايا من الـ RNA من النيوكليوس بتاعة خلية الدم الحمراء. الملاريا البارازايت طبعا ده طفيل من طفيليات الدم اللي تبقى موجودة داخل خلايا الدم الحمراء، يبقى احنا رقم D ورقم C دول بيبقوا موجودين، لو موجودين بيبقوا موجودين داخل خلايا الدم الحمراء. البيزوفيليك ستيبلينج برضو abnormal inclusion bodies بتبقى برضو نتيجة لريمنانت من الـ RNA بتبقى موجودة داخل خلايا الدم الحمراء. يبقى التلاتة B وC وD دول عبارة عن abnormal content داخل خلايا الدم الحمراء. طب لكن رقم واحد رقم A اللي هي الـ whole bodies دي abnormal inclusion bodies بتبقى موجودة داخل خلايا الدم البيضاء. يبقى الإجابة هنا إيه؟ الدول بادس دي عبارة عن light blue inclusion bodies. inclusion bodies بيبقى لونها أزرق فاتح، تبقى موجودة في حالات الانفكشن أو بعض أنواع من اللوكيميا أو في حالات الهيموليتيك أنيميا أو البرنيشيس أنيميا، تبقى موجودة داخل خلايا الدم البيضة في السيتوبلازم، اسمها الدول بادس. يبقى الدول بادس دي هي الإجابة بتاعة السؤال اللي هو which inclusion may be seen in leukocytes خلايا الدم البيض. السؤال رقم 32: which type of anemia is usually present in a patient with acute leukemia؟ لأنه في مريض مصاب بالأكيوت لوكيميا، ايه نوع الأنيميا اللي هتبقى موجودة في الحالة دي؟ هل الأنيميا هتكون microcytic hyperchromic ولا microcytic hypochromic ولا normocytic normochromic ولا هتبقى مايكروسيتيك نورموكروميك؟ طبعا معروف ان اللوكيميا لما تبقى موجوده داخل مخاع العصب طبعا بيبقى فيه هنا خلايا دم بيضاء كتيره اللي هي اللوكيميك سيلز موجوده داخل مخاع العصب، وبالتالي بتاثر على بناء خلايا الدم الحمراء فبتدي نوع من انواع الانيميا. طبعا الانيميا اللي تبقى موجوده في اللحظه دي بتبقى نورموسيتيك نورموكروميك انيميا، نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. يبقى الاجابه الصحيحه هنا هي رقم سي. السؤال رقم 33: The basic pathophysiological mechanisms responsible for reducing signs and symptoms in leukemia include all of the following except. يعني الميكانيزم اللي هي الحاجات اللي مسؤوله عن اعراض اللوكيميا هي عباره عن الحاجات اللي هيقولها، ما عدا حاجه واحده بس ما مش بتبقاش موجوده في اللوكيميا او ما بتبقاش مسؤوله عن الاعراض اللي بتظهر في حاله اللوكيميا. هنشوفهم مع بعض. اول حاجه اللي هي يبقى في replacement of normal marrow precursor by leukemic cells causing anemia. الحاجه الثانيه decrease in functional leukocytes causing infection. الحاجه اللي بعد كده رقم C hemorrhage secondary to thrombocytopenia. الحاجة اللي بعد كده decreased erythropoietin production. ناخدهم واحدة واحدة كده. أول حاجة اللي هي replacement of the normal marrow precursor by leukemic cells causing anemia. طبعا قلنا إن هو بيحصل proliferation، بيحصل تضاعف لخلايا الدم البيضاء، بتزيد في العدد في البون مارو فبالتالي بتشغل حيز كبير وبتعمل انيميا فعلا. يبقى دي رقم ايه هي فعلا تبع اللي بتحصل في حالات اللوكيميا. احنا بندور على الحاجه اللي هي اللوكيميا مش بتاثر عليها. الحاجه الثانيه decrease functional leukocyte causing infection. طبعا
خلايا الدم البيضاء اللي بتطلع في حالة الليكيميا بتبقى الوظيفة بتاعتها طبعا ضعيفة، مش زي الخلايا اللي هي الخلايا الطبيعية. فبالتالي دي طبعا موجودة فعلا، ان الشخص اللي عنده الليكيميا بيبقى عرضة للعدوى اللي يصاب بسهولة بالانفكشن، لان الخلايا بتبقى خلايا غير قادرة على الدفاع عن الجسم. هيموريج سكندري تو ثرومبوسايتوبينيا، طبعا زي ما بيحصل زي ما خلايا اللوكيميك سيلز بتأثر على خلايا على بناء خلايا الدم الحمراء، برضه بتأثر على بناء الصفائح الدموية، وبالتالي بيحصل نزيف. يبقى التلات حاجات اللي احنا قلناهم دول هما التلاتة اللي هما بيحصلوا في حالات الليكيميا وبيشاركوا في ظهور الأعراض اللي هي ليها علاقة بالليكيميا. رقم أربعة decrease the erythropoietin production. طبعا الإريثروبويتين ده معروف إن هو هرمون بيطلع من الكدني، بيطلع من الكدني وبالتالي ملوش علاقة هنا باللوكيميا، بالعكس ده المفروض الإريثروبويتين يزيد، لأن هنا في أنيميا معناها في هايبوكسيا، معناها هيحصل ستيميليشن، هيحصل تنبيه للإفراز لزيادة تركيز الإريثروبويتين اللي هو الإريثروبويتين برودكشن. يعني المفروض الإريثروبويتين في حالة اللوكيميا يزيد، لأن هو الهرمون اللي مسؤول عن تنبيه نخاع العظم، بيحفز نخاع العظم انه ينتج خلايا دم حمراء، وبيحصل وبيزيد في حالات الهيبوكسيا. فهنا طالما اللوكيميا بتعمل هيبوكسيا يبقى المفروض ان الانسربويتين هيزيد. فبالتالي لو هو قال increased erythropoietin production كنا هنقوله صح، لكن decreased erythropoietin production تبقى ايه؟ تبقى غلط. يبقى الاجابه هنا اللي هي رقم دي، الاجابه هنا رقم ايه؟ رقم دي هي الحاجة اللي بتبقى مش موجودة في حالة ايه؟ حالة اللوكيميا. سؤال رقم 34 الـ MA ratio هنا لو كانت 10 إلى 1 تظهر في حالات ايه؟ الـ MA ratio of 10 to 1 is most often seen in. معروف الـ MA ratio اسمها المايلويد إريثرويد ريشيو، يعني نسبة الـ خلايا الدم البيضاء كلها، خلايا الدم البيضاء الماتيور والإماتيور اللي هي موجودة في نخاع العظم، لنسبة الإسرويد، الإسرويد اللي هي برضو خلايا الدم الحمراء كلها الماتيور والإماتيور اللي موجودة في نخاع العظم، هي يعني بتكون من 4 لواحد. لما بتوصل من 10 لواحد معناها إن في زيادة في الميلويد اللي هي ميلويد على إسرويد. الميلويد بقيت 10 لواحد معناها يعني 10 احجام، 10 بارت من الميلويد لواحد بس من الاسرويد، معناها ان الميلويد هنا زادت. فدي ممكن تظهر في حالات ايه؟ اول حاجه هتظهر في حاله الثلاسيميا. طبعا معروف الثلاسيميا دي هيريديتري ديس اوردر او جينيتك ديس اوردر، بتبقى بتاثر على بناء الهيموجلوبين نتيجه لغياب احد الجينات اللي مسؤوله عن بناء الالفا او البيتا جلوبين، الالفا او البيتا جلوبين، اي واحد فيهم يعني. دي الثلاسيميا، فبالتالي الثلاسيميا هنا ليها علاقه بخلايا الدم الحمراء، وطبعا مش هنزود الميلويد زي ما هو باين في السؤال. اللوكيميا الحاجه اللي بعد كده البوليثيسيميا فيرا، البوليثيسيميا فيرا معناها برايمري انكريز في خلايا الدم الحمراء. طبعا هنا برضو مش هتبقى هي السبب، لان هنا انا عندي اللي زايد هو الميلويد. يعني لو قلت لي اللي زايد هو الإريثرويد، لو زادت الإريثرويد هتبقى النسبه فوق قليله، لكن كده طالما النسبه 10 ميلويد لواحد إريثرويد يبقى الميلويد هي اللي زايده، فبالتالي البوليثيسيميا فيرا مش هتنفع. الميلوفايبروزيس اللي البول مارو بيستبدل بفايبرس تيشو، ده طبعا هيحصل في انيميا، مش هيبقى هو اللي هو السبب يعني، لكن هي السبب الاساسي في حاله القصه دي هو رقم بي اللي هي اللوكيميا. نتيجه للوكيميا بتزيد طبعا الميلويد ريكارسرز، بتزيد خلايا الدم البيضاء بكميات كبيره، فبتخلي الميلويد للانسولين ريشيو بتوصل 10 ل 1. السؤال رقم 35 ريبيتد فليبتومي البيشنت ويز بوليثيسيميا فيرا وي ليد تو ذا ديفلوبمنت اوف. معروف ان البوليثيسيميا فيرا ده اسمها برايمري بوليثيسيميا، وكلمه بوليثيسيميا معناها زياده في عدد خلايا الدم الحمراء. طبعا هي في بعض المراجع بتشرحها على انها زياده في عدد خلايا الدم بصفه عامه، لكن هي اساسا زياده في عدد خلايا الدم الحمراء.
نرجع عن ايه؟ نرجع عن هايبر بليجيا وبزبون مارو، يعني الخلايا اللي موجوده في البون مارو المسؤوله عن تصنيع خلايا الدم الحمراء هي اللي بيحصل لها زياده بناء خلايا دم حمراء كتيره. يبقى السبب هنا داخل جاي من البون مارو، جاي من البون مارو، عشان كده بنقول عليها برايمري. طبعا لما بيبقى في البراين في فيرا بتبقى خلايا الدم الحمراء عاليه جدا في البلاد، وبالتالي هنا هو بيعمل الفلبتوي، يعني بيسحب دم من المريض، بيسحب دم منه عشان يقلل المستوى الريبلاسز الموجودة في الدورة الدموية. فهو بيقول لو أنا عملت فلبتوي، لو أنا عملت سحب الدم ده بالتكرار، هيأثر على إيه؟ هيأثر على إيه في البيشنت؟ ممكن يعمل لي إيه كأعراض جانبية؟ هل ممكن يؤدي إلى فوليك أسيد ديفيشنسي؟ ولا هيؤدي إلى سايدرو بلاستيك أنيميا؟ ولا ايرون ديفيشنسي انيميا ولا هيموليتيك انيميا؟ طبعا الهيموليتيك انيميا هنا ما لهاش علاقه بالموضوع، لان هنا ما بيحصلش هيموليسيس. السايدروبلاستيك انيميا بتحصل لما يحصل ترسيب للحديد داخل الاريثروبلاست، داخل خلايا الدم الحمراء اللي موجوده داخل البون مارو، اللي هي الاريثروبلاست الخلايا الامباتيون غير نظمه. فبالتالي دي برضو مش هتحصل هنا، دي معناها ان في زيادة في الحديد، وان هو الحديد هنا ترسب في الخلايا لو الخلية ما استعملتهوش يعني، فبترسب فبديني السايدروبلاستيك انيميا، وده مش بيحصل برضه في حالات البوليسيسيميا فيرال. الفوليك اسيد ديفيشنسي برضه هنا ما فيش علاقة بين الفوليك اسيد ديفيشنسي وبين البوليسيسيميا. هنا اللي ممكن يحصل فعلا هو الايرون ديفيشنسي انيميا. ليه؟ لان في كل مرة بيتسحب دم من الجسم معناها ان الحديد بيفقد برضو مع خلايا الدم الحمراء اللي بتتاخد، لان هو طبعا كده بيفقد خارج الجسم، فبالتالي ممكن مع مرور الوقت يحصل ايرون ديفيشنسي انيميا نتيجه للريبيتد فلوبتوي، نتيجه للريبيتد فلوبتوي يحصل ايرون ديفيشنسي انيميا. السؤال رقم 36، الاسينشال ثرومبوفايسيميا ذا بليتلتس ار. في حاله الاسينشال ثرومبوفايسيميا، طبعا كلمة ثرومبو يعني بليتلتس صفائح دموية، وفايسيميا فايس خلايا، وإيميا يعني بلاد، هنا معناها زيادة كبيرة في الصفائح الدموية، تبقى الصفائح الدموية هنا موجودة في البلاد بكميات كبيرة، بقول عليها ثرومبوفايسيميا. هنا بيقول لي في الحالة دي بيحصل إيه؟ بليتلتس بتبقى عاملة إزاي؟ هل بتبقى إنكريز ذا نمبر and functionally abnormal، يعني هل زايدة في العدد ووظيفتها غير طبيعية، ولا هل هي بتبقى normal in number and functionally abnormal، ولا هي موجودة normal في النمبر ووظيفتها غير طبيعية، ولا decrease in number and functional، ولا decrease in number and functionally abnormal. احنا قلنا هي زيادة في النمبر، زيادة في النمبر، فبالتالي رقم D و C مستبعدين، اللي هي نقص decrease و decrease، لأن رقم D بتقول نقص في النمبر، رقم C بتقول نقص في النمبر، يبقى بينفعش، لأن الثرومبوسايسيميا هي زيادة في العدد. رقم B بتقول normal النمبر، برضه دي مستبعدة، يبقى كده ثلاثة مستبعدين، يبقى الإجابة هي إيه؟ اللي هي بتبقى الخلايا زايدة في النمبر وأبنورمال في الفانكشن، وأبنورمال في الوظيفة. غير يبقى زياده في العدد ووظيفتها غير طبيعيه، يبقى اسمها في حاله الاسينشال ثرومبوفايسيميا. الاختيار الصحيح هو ايه؟ انكريز النمبر اند فانكشنلي اب نورمال. سؤال رقم 37، الميلوفايبروزيس. الميلوفايبروزيس قلنا بيحصل فيها ان بيبقى فيه فايبرس تيشو، في فايبرس، في لسيج ليفي داخل النخاع العظمي. طبعا ده بيأثر على بناء خلايا الدم، وممكن يعمل بانسايتوبينيا، يعني ممكن يقلل خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. فبيقول هنا الميلوفايبروزيس ذا كاركترستيك ابنورمال ريد بلاد سيل مورفولوجي، خلايا الدم الحمراء اللي تبقى موجودة في الدورة الدموية بيبقى ليها شكل مميز، شكل مميز، تمام؟ يعني زي ما اتكلمنا قبل كده في حالة مثلا الاوبستراكتيف جوندس، قلنا خلايا الدم الحمراء بتبقى ماكروسيتيك وبتبقى راوندد. في حاله الفوليك اسيد ديفيشنسي قلنا بتبقى ماكروسيتيك واوفن. هنا بقى في حاله الميلوفايبروزيس بيبقى شكلها عامل ازاي؟ هل بتبقى تارجت سيل؟ احنا طبعا عارفين ان التارجت سيل بتبقى شكلها اللي بتبقى خليه الدم الحمراء
السنتر بتاعها بيبقى دنس، بيبقى غامق، يبقى الهيموجلوبين اللي موجود في السنتر غامق غامق، وبعد كده محاط بأريا بمنطقة خالية من الهيموجلوبين، وبعد كده على البريفري فيه هيموجلوبين تاني، دي اسمها التارجت سيل. طبعا التارجت سيل ما بتبقاش مميزة للميلوفايبروزيس. الشيستوسايتس، الشيستوسايتس دي عبارة عن فراجمنت من خلايا الدم الحمراء، بقايا من خلايا الدم الحمراء، فراجمنت أجزاء منها موجودة داخل الدورة الدموية، وأكتر حاجة تبقى موجودة في حالات الهيموليتيك أنيميا، في حالة الأنيميا التحليلية أو الأنيميا التكسيرية، هيموليتيك أنيميا. التير دروب سيلز بتبقى خلايا الدم الحمراء عاملة زي التير، زي الدمعة، زي قطرة الدمعة بالظبط، اسمها تير دروب سيلز. الحاجة اللي بعد كده اللي هي الأوفالوسايتس تبقى أوفال. طبعا اللي هنا في حالة الميلوفايبروزس بتبقى خلايا الدم الحمراء شكلها تير دروب سيلز. وليه بتاخد شكل التير دروب سيل دي؟ لأن هي ليها تفسير، بيقولوا إن خلايا الدم الحمراء اللي هي وهي بتهرب من نخاع العصب تمام بتاخد شكل التير دروب، يعني هي بتطلع زي ما قلنا بيبقى فيه نسيج ليفي موجود داخل الفايبرس تيشو داخل نخاع العصب، خليه الدم الحمراء وهي بتتسحب بتطلع، فبتتسحب من بين النسيج الليفي فبتاخد شكل الدمعه، بتاخد شكل الايه؟ الشكل المسحوب ده اللي هو التير دروب. عشان كده في حالات الميلوفايبروزس بتبقى خلايا الدم الحمراء اللي موجوده في الدوره الدمويه شكلها ايه؟ تير دروب سيلز. يبقى الاجابه هنا رقم سي. رقم 38 بولي فايسيميا فيرا از كاركترايزد باي. البولي سايسيميا فيرا زي ما قلنا البولي سايسيميا فيرا دي برايمري بولي سايسيميا، بتحصل نتيجه ل في النخاع العظم، نتيجه النخاع العظم بيبقى نشط، بيبقى الخلايا اللي موجوده في النخاع العظم بتبقى نشطه فبتطلع خلايا دم حمراء كتير تمام. دي البولي سايسيميا فيرا. فبيقول لي بتتميز بايه؟ اول حاجه انكريزد بلازما فوليوم، البلازما فوليوم بيزيد. رقم 2 بان سايتوبيليا، بان سايتوبيليا يعني الخلايا الدم كلها بتقل. طب احنا قلنا البولي سايسيميا فيرا اهم حاجه فيها زياده خلايا الدم الحمراء، فبالتالي دي مستبعده. الانكريزد بلازما فوليوم برضو مستبعده، لان هي البلازما فوليوم في حاله البولي سايسيميا فيرا ما بتتاثرش تمام، او بتقل حاجه بسيطه لكن ما بتتاثرش، لان في نوع تاني من البولي سايسيميا اسمه ريلاتيف بولي سايسيميا هو اللي بتتاثر في البلازما. الحاجه اللي بعد كده انكريزد الاكسجين ساتوريشن، هل الاكسجين ساتوريشن بيقل؟ طبعا في حاله البولي سايسيميا فيرا ما بيحصلش الكلام ده، الاكسجين ساتوريشن ما بيقلش، لان الاكسجين ساتوريشن بيبقى سبب للبولي سايسيميا نوع تاني من البولي سايسيميا اسمه سكندري بولي سايسيميا، ده بيحصل فيه ديكريز الاكسجين ساتوريشن. لكن في البولي سايسيميا فيرا او في البرايمري بولي سايسيميا ما بيحصلش ديكريز الاكسجين ايه؟ الاكسجين ساتوريشن. طيب الحاجه الاخيره بيحصل ابسوليوت انكريز الريد سيل ماس، هي دي الاجابه، ابسوليوت انكريز في الريد سيل ماس يعني خلايا الدم الحمراء بيحصل فيها ابسوليوت انكريز، عشان كده دي اسمها ابسوليوت بولي فايسيميا، يعني ابسوليوت بولي سايسيميا كلمه ابسوليوت بولي سايسيميا نوعين اللي هي البولي سايسيميا فيرا والسكندري بولي سايسيميا، فهنا بيحصل زياده ابسوليوت انكريز في الريد سيل ماس، يبقى هي دي الاجابه بتاعت السؤال ده اللي هي رقم دي. السؤال رقم 39 ذا اريثروسايتوزيس، اريثروسايتوزيس طبعا اريثرو يعني خلايا دم حمراء وسايت يعني خليه واوزيس يعني زياده، يعني معناها زياده خلايا الدم الحمراء. طبعا هنا لما بقول اريثروسايتوزيس يبقى انا قلت الاريثروسايت بس اللي بتزيد. في حالات الريلاتيف بولي فايسيبيا، حالات الريلاتيف بولي سايسيبيا اوكير بيكوز اوف، طبعا هي البولي سايسيبيا بتتقسم الى ريلاتيف وابسوليوت. الابسوليوت بنرجع نقسمها لبرايمري وسكندري. البرايمري هي البولي سايسيبيا فيرا. لو جينا للريلاتيف، الريلاتيف دي نسبيه، بولي سايسيبيا عشان كده اسمها الريلاتيف نسبي، يعني ما حصلش زياده في خلايا الدم الحمراء فعلي تمام، ولكن اللي حصل ايه في الريلاتيف؟ اللي بيحصل في الريلاتيف بيحصل فقد للسوائل، زي ما احنا عارفين ان في نسبه لخلايا الدم الحمراء او للخلايا مع البلازما. فاللي بيحصل هنا
البلازما بتقل، لما تقل البلازما بيزيد عندي السيلز، بتزيد عندي السيلز فبتديني ريلاتيف بوليسايسيميا، زياده نسبيه في خلايا الدم الحمراء نتيجه لفقد السوائل من الجسم، يعني في حالات الجفاف، في حالات الديهايدريشن مثلا بيحصل فقد للسوائل، وبالتالي الريلاتيف بوليسايسيميا اول معالج السبب ترجع. يعني انا اديت عالجت الفقد اللي حصل في السوائل، اديت سوائل للجسم، الجسم رجع لطبيعته، ترجع كل حاجه لطبيعتها وتمشي الريلاتيف بوليسايسيميا، يعني دي سببها، عشان كده اسمها ريلاتيف بوليسايسيميا. هنا بيقول لي بقى بتحصل بسبب ايه الريلاتيف بوليسايسيميا؟ هل نتيجه لديكريز الارتيريال اوكسجين ساتوريشن؟ هل بسبب ديكريز الارتيريال اوكسجين ساتوريشن؟ طبعا احنا قلنا مفيش علاقه بين الاوكسجين ساتوريشن وبين الريلاتيف بوليسايسيميا، تمام؟ ده هو سببها حاجه ثانيه خالص. ولا ديكريز البلازما فوليوم اوف سيركيوليتنج بلاد؟ احنا قلنا دلوقتي ان الريلاتيف بوليسايسيميا بتحصل نتيجه لفقد ايه؟ البلازما. او نتيجه لانكريز الارثروبويتين ليفل، طبعا هنا مفيش علاقه بين الريلاتيف بوليسايسيميا والارثروبويتين، الارثروبويتين هيحصل ريليز في زياده في نوع ثاني من البوليسايسيميا اللي هو السكندري بوليسايسيميا. الحاجه اللي بعد كده ولا نتيجه لانكريز بايوزس از بون بارو، الجريز اريثروبويتس في البون بارو هتديني البوليسايسيميا فيرا. يبقى هنا في الريلاتيف السبب هو زي ما قلنا ريلاتيف نسبي، زياده نسبيه في خلايا الدم نتيجه لفقد البلازما، يبقى السبب له رقم بي اللي هو ديكريز البلازما فوليوم او سيركوليتنج بلاد. السؤال الاخير بحاجة النهارده اللي هو فيتشرز اوف سكندري بوليسايسيميا include all of the following except، يعني الخصائص بتاعت السكندري بوليسايسيميا بتشمل كل الحاجات اللي هنقولها دي ما عدا حاجه واحده بس. احنا قلنا السكندري بوليسايسيميا بتحصل في حالات الهيبوكسيا، ممكن يكون ديزيز في الرئتين، ممكن تكون مشكله في القلب، في الهارت، يعني حسب، ممكن يكون نقص في الاكسجين في الجو المحيط، تمام؟ فده كله بيؤدي الى سكندري بولي سايسيميا. هنشوف بقى ايه الفيتشرز بتاعتها. اسبليروميجالين، بيحصل تضخم في الطحال، ديكريز الاكسجين ساتوريشن، طبعا هنا الاكسجين ساتوريشن بيقل وهو السبب الرئيسي للسكندري بولي سايسيميا. بيحصل انكريز للريد سيل ماس، في كل انواع البولي سايسيميا بيحصل انكريز في الريد سيل ماس، وفعلا بيحصل زياده في الريد سيل ماس. انكريز الاريثروبويتين، بيحصل زيادة في الإريثروبويتين طبعا، لأن هو طالما حصل نقص في الأكسجين على طول بينبه الإفراز الإريثروبويتين بكميات كبيرة. يبقى التلات حاجات رقم بي وسي ودي هم المميزين فعلا للسكندري بوليسايسيميا. يبقى معنى كده إن الإجابة بتاعتي هي الإسبرين وبيجالي، يبقى الإسبرين وبيجالي مش مميزة للسكندري بوليسايسيميا. أنت ممكن تجاوب السؤال عن طريق إنك أنت تستبعد، تشوف إيه الحاجات اللي هي موجوده صح تمام عندك، وبالتالي هيتبقى عندك نقطه واحده، تبقى هي النقطه دي هي المطلوبه. هنا الاسبليروميجالي مش من ضمن الحاجات اللي بتميز السكندري بوليسايسيميا، يبقى الاجابه هنا بتاعت السؤال ده هي رقم ايه. نامل تكون موضوع الاسئله ده اللي احنا ماشيين فيه مفيد، وان شاء الله هنستمر في لغايه لما نخلص الجزء بتاع الهيماتولوجي، وبعد كده هنكمل في باقي الاجزاء اللي هي متعلقه ب التحاليل الطبية أو بالتحاليل المعملية. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.